بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى صحبه وسلم تسليما. لا يفل الحديد إلا الحديد، وخاصة إذا تعلق الأمر بأراضينا ومقدساتنا التي انتزعت منا بقوة. يثبت التاريخ والدين والثقافة والقوانين السماوية والأرضية أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وهي اللغة التي تفهمها إسرائيل جيدا. أخذت أرضنا بالقوة ولا تسترد إلا بالقوة. مفاجآت لهؤلاء الرابضين على أرض الإسراء، الفئة المنصورة، يفاجئوننا في كل مرة بمفاجآت عجيبة. فقبل يومين تحدث أبو عبيدة لنتنياهو موجها رسالة واضحة المعالم قائلا: لا ينبغي أن تلتوي، هناك أربعا من جيشك الذي غامرت به في معركة العصف الماكول، وهم الآن بين أيدينا، ولن نعطيك خبرا إلا بمقابل. فاهتزت أركان تل الربيع وكثر اللغط، وتحدث الناس على أن ثمة وسيط يحضر له ليتوسط بين إسرائيل وحماس من جديد، لكي تفي حماس بوعدها في تسجيل ما يسمى بوعد ثان لإطلاق سراح المسجونين في فلسطين. لكن المفاجأة الأخرى، وهي أنه في هذا اليوم أبو عبيدة أيضا يبشر الأمة بأن ثمة أسير خامس، ثم نشرت صورته. حياكم الله، رفع الله قدركم، رفعتم هاماتنا. أسأل الله تعالى أن ينصر هذا الدين على أيديكم يا رأس الحربة في مشروع مواجهة أعداء الملة الزاحفين علينا. حياكم الله بدون تعليق، جزاكم الله خيرا، أثلجتم صدورنا. حقكم علينا أن ندعو لكم، حقكم علينا أن ننصركم، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على حبيبنا محمد.